والله احنا حزب حماة الوطن طبعا انت عارف داعم كبير جدا لمرشحه وللرئاسه السيد عبد الفتاح السيسي، وطبعا يعني كلنا فرحه غامره بالنجاح الساحق لسياده الرئيس في الانتخابات الرئاسيه. الكلام ده ما جاش من فراغ، جه من خلال جهد وعمل كبير جدا قمنا بيه كحزب، واحزاب كتير جدا قامت بهذا المجهود لحث المواطنين على حقهم الدستوري في التصويت في الانتخابات الرئاسية. واحنا طبعا كنا يعني ممثلين في الحملة الانتخابية للسيد الرئيس كحزب حماة الوطن، وكان في تدفيع طبعا من الحزب. والجميل جدا ان المواطنين المصريين سواء على المستوى السياسي او على المستوى المجتمعي كلهم عندهم حس وطني كبير جدا، وكلنا اتفاجئنا بالنتيجة المبهرة اللي جت. بطل الانتخابات دي كلها هم المصريين بصراحة، يعني حاجة بنفخر بيها، لأن نسبة المشاركة ما حصلتش في أي انتخابات رئاسية قبل كده. أنا عايز أضيف لحضرتك إن أنا عضو في البرلمان العربي، وكنت ضمن اللجنة اللي نازلة من البرلمان العربي عشان تراقب على الانتخابات الرئاسية. يعني عايز اقول لحضرتك اتفضل عايز اتفضل. اقول لحضرتك عايز اقول لحضرتك ان النواب العرب اللي كانوا معايا في اللجنه، وبنمر على يعني من الصبح من 9 ل 9 فعلا بنمر على اللجان، كانوا في حاله ذهول من الحشد والكتل البشريه الكبيره من المواطنين، والمواطنين كلهم نازلين بفرحه كبيره جدا، ونازلين واقفين طوابير ومستنيين دورهم بدون يعني ما يكون في اي توجيه ليهم. ناس مرعبين يعني، اكيد كلمتهم محايده، وقالوا لي احنا ما بيحصلش في اي دوله عربيه في انتخابات رئاسيه كم هذا الحشد. معروف في انتخابات رئاسيه في الدول العربيه كلها بتبقى النسبه يعني بسيطه ما بتعديش ال 25%. وفي مصر كانت كده برضه يا سياده اللواء، كان في مصر نفس مصر الكلام. كان في السابق، ما كان في السابق كده فعلا فعلا، احنا كنا في العشرينات. لما الاقي النهارده عندي 45 مليون مواطن خرج، دي قصه كبيره جدا. عشان نوصل للستينات يعني ده رقم مبهر، ده كده المواطن فعلا المواطن المصري وعي كبير جدا جدا بالحاله اللي فيها الدوله المصريه، والاحتياج الكبير والشديد لشخصيه تكون على ثقه وثقل صحيح من قياده هذه الدوله. الاختيار مش هيبقى اختيار اي حاجه، المواطن ذكي جدا وعارف وحاسب حساباته كويس مين رئيسه اللي هيقدر يكمل المشوار الصعب، المشوار اللي جاي على فكره مشوار مش بالسهوله نجرب في رئيس. لازم هذا الرئيس المنتخب فعلا يكون على ثقه وامكانيات كبيره جدا انه يتولى ملف الدوله المصريه ويصل بها للمبتغى اللي المواطن عايزه. اتفضل. الحقيقه يعني كلمه الرئيس النهارده كانت بتحدد اولويات العمل خلال المرحله القادمه، هل لك تعليق على كلمه الرئيس النهارده خطاب النصر؟ طبعا السيد الرئيس بصراحه على درجه كبيره جدا ووعي كبير جدا بملف الدوله المصريه، وعلى راسها على راس الاولويات ملف الامن القومي المصري. السيد الرئيس يعلم مقومات الامن القومي المصري، وله من الخبره والاستدامه في هذا العمل اللي مخلياه على ثقه كبيره جدا ان يقدر يحفظ الدوله المصريه بغض النظر عن الانجازات اللي هتتم. الانجازات هو مستمر في مشوار الانجازات صحيح. ان شاء الله لحد 2030، والدوله المصريه في حاله تغيير مستمر ومستدام، يوميا في تغيير شايفينه. لكن ملف الامن القومي المصري ملف تقيل جدا، وهذا الرجل هو فعلا اللي يستطيع ان يصل الى امن واستقرار مصر والحفاظ على تراب الدوله المصريه. صحيح. فده يعني ان شاء الله يعني متفائلين جدا ان شاء الله، وعندنا ثقه كبيره في السيد الرئيس، وان شاء الله ربنا يوفقه في هذه الفتره الصعبه جدا، بس هو فعلا لها، وكل الشعب المصري حائط صد معاه وقواته المسلحه معاه، وان شاء الله كلنا متضامنين ايد واحده، الشعب المصري كله ان شاء الله ان شاء الله على قلب رجل واحد وفي رباط الى يوم الدين ان شاء الله. انا بشكرك جدا سياده اللواء طارق نصير الامين العام لحزب مستقبل وطن وعضو مجلس الشيوخ حماة وطن وعضو مجلس الشيوخ وايضا عضو البرلمان العربي، متحدثا عن هذا المشهد الانتخابي.